اكشفنا في زمرة يوم الفيد تجاني، وأبدنا في مدد حسن الأولياء الكتمان. أما بعد فهذه رسالة منقولة من الكتب التجانية في بعض خصام صاحب الطريقة الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية. فأقول هو سيدنا أحمد بن محمد محمد الملقب ابن عمر بن المختار ابن أحمد بن محمد، وهو أول من نزل من هؤلاء السادة بعين ماضي ابن سالم عيد العيد بن ابن العيد بن ابن سالم ابن أحمد الملقب بالعنوان ابن أحمد بن علي بن عبد الله بن العباس ابن عبد الجبار ابن إدريس ابن إدريس ابن إسحاق ابن علي زين العابدين ابن أحمد بن محمد الرفت الزكية ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن سيد بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء من الجنة عليه السلام ابنة خير الخلق وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والمسلمين. اللهم انشرنا في زمرة أبي الفيد التجاني، وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتمان. صلوا على النبي محمد صلي وسلم.